يقول السائل: هل يجوز للمتوفى عنها زوجها في عدتها زيارة بيت أهلها لأبيها من غير مبيت؟ لا، ما يصلح، تبقى في بيت الوفاة لتوفي زوجها وهي فيه، تبقى فيه، لأن هذا من أحكام العدة وهو من الإحداد، تبقى. والزيارة ليست ضرورية، وبإمكانها أنها تتصل بهم بالتلفون أو بالجوال، تسلم عليهم، تسأل عنهم. اليوم الحمد لله تيسر الاتصال، كأنها حاضرة عندهم. نعم.